برضو يمكن بس علشان الناس بتتكلم على الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لفريق كرة اليد السيدات، يمكن هو تعرض لوعكة صحية بعد مباراة نادي الزمالك، لكن الحمد لله الأمور كويسة واطمأن عليه. كان النادي الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 34-22 يعني في كرة اليد السيدات، ولكن يعني هو أصيب، لكن الحمد لله الأمور كويسة وهيطمأن عليه في المستشفى ويغادر. يعني اعتقد النهارده خليني برضو زي عبد الناصر علشان الناس بتسال على تشكيل الجهاز الفني للنادي الاهلي، او خليني اقوله معلش، مارسيلو كولر مدير فني، هارالد جامبريلي ده مدرب عام، سامي امصان معاه مدرب مساعد، ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى، تيزيان اندريس اندرويا ده مدرب احمال، ياسين المكاري ده تونسي بيحمل الجنسيه السويسريه محلل اداء، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره. فكولر مدير فني معاه هارالد وسامي امصان، ويانكون ميشيل مدرب حراس مرمى، واندريس اندويا مدرب الاحمال، وياسين المكاري محلل الاداء في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. شكرا ابو حميد، بشكرك يا زعبد الناصر، شكرا جزيلا.